يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضال قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذنا ميثاقكم وأشاشك رجعوا إتاخد الجوغ يغدال لا تسفكون دماءكم وأتيع وقت الدهتين ولا تخرجون أنفسكم من دياركم واجي شينخ شيديغ مجي شي تغر أربع أبات يعني. ثم قررتم وأنتم تشهدون شتيش دوجي تحمد أحجعه يروى جردال ثم توضع يردال أنتم شي يردال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم يحصل شي جعه يا شوضي حقا يو شيديغ مجي دواد روى جردال وتخرجون فريقا منكم شاتيق يتعطواب شي فوس مشكر أعلى يرواش من ديارهم شيء تغير أربو يغير واجنخ تظاهرون عليهم بالإثم والعدواني شيء ناخا موستغل تاني تان دوحل ديادرش شيء ناخا تان دوحل غدر واش تان دوحل دولرا تان دوحل بأناخا غدر واش قدو حمدتي موستغل دو حمدتي ويأتوكم أسارا شيء شنخ يغدال اج يسريبوش بليني حبوابوش تفادوهم اجنخ حمق بعضي قرد الشيوخ اجنخ حيس بيج خمش برش در الشيوخ وهو محرم عليكم اخراجهم شان تي حارم دريو داوش تغر اربع اجوخ بغيت ويكوبي تسبج لي يوض عبيز بي حارم در الشان يوض دار تاقيو دار افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تحدل وجدو ازدوس دي كتاب يوض دار تو كتاب وچرد تحدل احكام اشتاني امدلا در شو شو ديزي چنساني تحدوا حمته تنكرس تدر واجودال فما جزاء من يفعل ذلك ازمو حمد يا سقي بيق ملابر بيغدال الا يخزن في الحياه الدنيا دنيا شادين وواج خانسيز توخلري ويوم القيامه قيمه دين يردون الى اشد العذاب تعاود وعازك يا دال تشبك بوش خلري وما الله بغافل عما تعملون ديل وتسون واحد شان يغدال وديل يجيجو عمل الله عشان عمل تقوش واحد شان ديالو أولئك أجنخ يغدال الذين اشتروا الحياة الدنيا دنيا شوشت إيتانخ بوش بالآخرة قيمة ديخك ديخك فلا يخفف عنهم العذاب تان أس عزب ديد الدهت يغدال ولا هم ينصرون إيتان سقو غود الدهت يغدال وغا قائد ديرش إبن كثير روح أخدي تقائد تقاحات تفسير إبن كثير زيوخ يقول تبارك وتعالى دال يوخ بيجوخ منكرا على اليهود يهودش تان دحو تام بيك بوقش تام دي حمق انكروا يجداله ما الله يهود يبوش الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ديال إلش دين وشانة مدينة تبيعها يبوش أو يحلقها دقها بيحلقها مل بلجي موسى عقبي من زامن شخن يبالي حان أوز بوس رجي فيك من زامن شخن ديال صلى الله عليه وسلم مدينة تبيعها يبوش وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج وذلك لأن الأوس والخزرج هم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام حنيات مدينة بجكتي باحن دا قوة بوترش دا تسار قواتش خنجلو خلوة أوسي خزرجي باحن تي أوسي خزرجي مدينة ياغا يوافق شبلي ميش تو مدينة تبيع نخبش دا أوسي خزرجي شبلي ميش دواق شتيب أنصار يا خنخن بيش باي منتقي تسار دا سمولتن نو تسار امد الله عباد أصنام جعلكش عبادتش خنخن بش وكانت بينهم حروب كثيرة أوسي خزر جايت الشنتي بنيقي دائما دونش خنت عاشت إمار دات تاتسا نقي وكانت اليهود المدينة ثلاثة قبائل المدينة بعجكتي إش قطي بخنت بنو قينقاعي بنو نظيري الشنتي حلفاء خزرج إذا خزرج تاني دو بيع سيودنش خنبش إذا خزرج خن سيودنش بنو قينقاعي بنو نظيري أبنو قرى إذا أجا أو ساعش دو تيب ونا تهار تا دو بيع تحنقو بيع أنا تهار خنج بها سيوجني كجبه فكانت الحرب إذا نشبت بينهم التانيق يتم يهتج أو سي خضر جايق يتم يهتج قاتل كل فريق ما حلفائه حار جوكتي توابه تيب أجي ششي سيوجني كتاني أغرى بيالي تم بيش خمتار فيقتل اليهودي أعداءه تا تجوكتي شو تجوكتي تيبو نشي مستوى يبوا بيش خنب
وقد يقتل اليهودي الاخر خيل قشن تيه تابعك يهود جبي اج بو باش خنمسار انا يهود جبي ليش تم بواش خان صبرت بو بواش خان تم بو جح حار ولا شيء سقات احد يهتي تم باش خنم تاخير تو يهود جي شي لي بوبر نيتش خان ثاني قيم وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم عز تان دا تورا شو حارم دي عندس شيء البابر دا حارم دي خنت تان خد تورا شو خد حد النسخني تان زي ما قد ده تان ويخرجونه من بيوتهم وينتهبون ما فيه من اللثات والأمتع والأموال الشيء نخ تم بودش خان تتأمو دش دو حمار إذ نخ تغر أرب واش إيش أتوب تان تغر حمار ليش قش خنيت تان حمار دقوا إيش خني رزق إيش قدو تان تغر لحتى حمار شرحية إيش خنيت تان از حارم دی خنت سان دال جوکتش دا حارم دی خنت شیلی بابی شیلتی عرختش واش خنوب بش شیلی سک ار وقت بقو خنی اتر اخ اش شی بولو جه تو اگر دو بیا شی خل را تو میحتش شیلی واش بابش خنت سر اذا وضعت الحرب او زارها یو تم دبیالچ چا تا خودش خنت استفق ولا صار من الفريق المغلوب ايش اتوب هي صار خنج بول يسر لاتا شي لاتا بلين كجي يو حم واش خنب مثلا مثلا طوم دعبان او سي خزرج مثلا شي طابا تاع طريق تاع شي باب نخات تاع جي جاك عبات نخنب تاع بي خندات تاع يريخي بسايرة قطيب طوم دعبان تاع قي واش حقيتي شي بوسا بلين جو يو ح ويوك تبيع لي عبوش خنبوش بلين حيس بيش خنبوش حنا عملا بحكم التوراة تك وجه توراة ثانية حكم بالدوي واشنت تحطهم نعبو وشخان توراة شو تحارم ديال الوجه وعشت إمارة وشخان تصير تاق إمارة عمو ديال نجاح حنتم بمشب حن توراة وياخد الدوي علي توراة تشو بغي شيء بلين جخ حيس بيزو علي بس عمو ليش اسمع انت ده لو ترك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تحدوا وضو كتابة إمدلر واجو ده تو شرط دیزد این دل حیات واش شرط دیزد شرط گیره دعوت تو آجور دال تو کور دو آجور رقم ول دال عشان تاگ رقم ول دال تاگ عاو می تهری یه دال وقتی عاد وقت ده تن واش شدیق متقر ارد وقت ده تن ای لا یقتل بعد کم بعدا شو سق و سق ویش تخلر ولا یخرجه من مسق و شی تخلر سق عاو قیش تخلر ولا یظاهر علیه داد شی جکتی چون حارم خنت قش مستغات يتا شي تجي تش ندعو بابا تام بوقو غنيتا شي 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 ناخذ دعو بوقو غنيتا ذا وذلك يوخ ابن كثير زو ان اهل المله الواحده بمنزله النفس الواحده يوخ كلس نخ يوخ كلس نيا ملته اج تحديغات ربو اجو بوسو بن خلرات ر يوختو فيمر عليه الصلاه والسلام اوتشنو الرات يوختو مثل المؤمنين امدلا نغبان اوتشنس في توادهم وتراحمهم وتواصلهم شيء بوسو من قيقة مي خلرقة شيء عاشي قرقلون شخيتي ايش خلرقة عاشي شيء بيز بي ايش خلرقة بوسو من حين تربياتي بمنزلة الجسد الواحد تحديغة تربو جان الوشنس إذا اشتكى منه عضو تحديغ تديغة تحماجي تنا لزي على شيء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ديريق ديغدي عن تنبيو اي توزرو ديريق ديغدي عن تسمد واقع أداء له ثم أقررتم وأنتم تشهدون له شو أشياء غير حيت ساج عاو يولقن ودال شو عاو قابل حيت الواجه دال دك ده حتى أنا تاني تحمى راس خنو دال شتيش دوج دال شو عاو شو حيت راس جو دال شو عاو يا شو تحقة شو تحشي لي وعشي تعداد إما شو حقد جي لقن ودال أية يعني إحنا دوس تح حقد دال إما جي حد يحقد أنا أو سي خذ رجع تعداد عقيدة تعداد إما جدش اخ تحق نحا دوت او نا يوخ او سي خزرج يوختو كانوا اهل على شرك يوختو شرك تاع خمبش يعبدون الاصنام اوثان جالك عبادتنا جوختو لا يعرفون جنة ولا نار تاني اسم اللي فيه خندات يجرد فيه خوش خندات ولا بعثنا ولا قيامة داش قيمة نعوت لبوش خلرتون ام دلا خمبات ولا كتاب يدال دوشتا كتاب فيه خوش خمبات ولا حلالا ولا حراما يحان اللي حارم عم تان خندات اير اهل الكتاب بونخه يتورع دسا بونخه اغار قد تشق خنت اغار تحنق قنب دلا دلو بحنق قنب تان التوم دعبان شغطي حاغه يخشيلي تعوبي محاضرة
شيخي بس يس رجي يو اي بي علي عم بخرج وقته تاخير شي بابي اني بحين جي حدا علي بخرج وقته انا دارت انا خد حرم داخل دوخته مظاهره عليهم تدال شرك مش بوناها قح بالي شي ناخذ دوخت ام بي عندها حرم داخل التنس عم تحسبوا على النقي وقت حرب جي تحتي غرسان زوخ حرب جي تفديت توم بيش خان سات توم بيش بعمل قوي سان اش توم بيا بان شو دي حاجة شو دي عطور مستقل خن الجو يرش شو توم سنا عين سات سنا مهم بيش توم دعم بيا نجيم بو انت تحب يجي سند اهتي شيء بلين نشوف كل هرباقي شيء بينش نع حتقي اتحن بولن دير تو عرب اش تيست بيا انت عند احتي غير زوخ فت واجيل در دين واجيل دش حما احمديش حما واجيل دش حما احديان مواليان اختار يا دروخ تو شیشه تو آب دو بیه خزر جا پلی می تانی چه آویاده یار ساعت یکی ساعت حتی آبانو یار قری ده یار آو ساعتی بود تا چه آویاده تام بول بانچ انتصر تو خی دو بیه سیوزی سه اول عتی ات چه تو اش تحت ور کرد تو اند نخ حال مشتب آر دی هم نو اصلی هن آر تام میخن جه آر گنچه بهکری هنه تو خی بهکر ادو اچه تو خی آخر کرد تو اند طب از مالك يا ها عربش انت تحت قبا اش تحت ورقيلي انت اش تشاش قيرج دي يحش نلي انت شي بوا بيت شان فحن تقوا جنت شي يسل يحي يحي حم وجن اه توندال توراك تحارم دي دي بوا بي از ما عندو تخي حير حتى قوا تقنا اي بوا غن اي توراك تراش حارم دي تم حم وجن دق حارم دي تم حم وجن دق انت تاتان دي تك انت تخرج عرب جهد يا تقرير تقرير تكون اول بيقن زنج الي الاقن وضال يخ اشيس بار دا قران ايد دو تقرير من قد از موت تعديش خن عمل حقش باج از ملت از سيد واش نخل بلغدش تبو عالم نتحاقد يا هم بحن حداد ايد درس رجع تالو سدي چودي تات تو عبد الخير اخ شو يا الوقت غزونا مع سليمان ابن ربيع الباهلي يخت بلنجر وقت بلنجرات متجي عند سوء أصدقاء شاد عند أكف كذي إلى تخان تخان يبتكر أو بيجا خنير تيجوا جوه دروا يوتو سليمان ابن ربيع الباهلي خليفة وشان تحت شو يو أس خليفة وجوه جوه تشخانة فحاصرنا أهلها فبتحنا المدينة وأسر يوتو ير حياقة زغرت تشر دق عند بلين نجنخ حليت الرواية يو تيجي عبد الله ابن سلامي شان خذ أبي خات عبد الله ابن سلامة إمدلا جكتي غنوس في مزامة شو هذا اسم ملتن إمدلا جكتي غنوس عبد الله ابن سلام يخطو تو وخ بع درهم دنا تك بلينش تك غنت جكتي قاس إتر تو يخ قاس إتر عبد الله ابن سلام زوج فلما مر برأس الجالوت يخ دع طالوت جالوت يخن طم شان قرآن شو خذ أخمو بي داق رأس جالوت أن أوش خان عربة جه جالوت تيارة تخان كرس نعجوك دي خان جوا تخان حلق بيان سكانو تار بريويتل يرى طالو بصنا قا خان سنوي يرى طلت حمل بواج بو تورات عمدة تورات حكم دوز دوزش تجوك دي حال ديك يا دوز بوج بو نخ سنا رأس الجالوت جالوت تي كورت أن أوش خان تار سنا لا تجوك تج حلق بيان سكا شيء عادي حم بواج خانة عبوا إيه مثلا مسألة تنجوخ يا رأس الجالوت حي جالوتي كورت مو حي حكم موليد سهل عضو ينسك حيولا يا رسوخ هل لك في عجوز ها هنا من أهل دينك تشتريها مني إيش تحدنت يا حيوش يسر لا تسا تحيوخ سجي يا رسوخ سوق دايت يا عيران إيت جاز يا رسوخ دا عبد الله ابن سلام يا رو أخذتها ب700 درهم أز إيس وخبع درهم إيتا حنر تحقوق يا روح فإني أربحك ب700 أخرى أس كأور بعصول مقدوحني يا رسيوخ عن حياة قال عبد الله مسألة مسألة فإني قد حلفت أن لا أنقصها من 4000 أس دو بياب يا عبد الله مسألة مسألة دي إزر الكزجة أضد ذات دو بياب يا رسيوخ وقال وقو لا حاجة لي فيها تو ستنقى حشت لا استقنت سنيت يعني وقو أس إعلي شيء عبد الله مسألة مسألة والله أس دو بوحني يا رسيوخ لا تشترينها مني سكر دعم يتجعس هاو دو بيرتو يخ اس قاسك عسوق دعم يتجي
أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه أسعى سوق دعا سيئتي حي وليل ديش دو حيهودي دنا حتو دن وكرست وما أدى يارتو عدى أتيتي كرست مدوعة يعني يارتو قال أدن من تأخ حقر قول يارتو يوخ نعم شو خين تنا تنتحم خولك أردن دوج حنا عبد الله بن سلامة تعود يهودي تار عام سكن سقو تعدن ديك دوج خنوس تعب عبد الله بن سلامة حقر قول يارتو يوخ فدنا منه فقرأ في أذنه مما في التوراة توراة شرط سنت عتتات عيش رتو يوخ لا توراة شرط سنت فلاتة يوخ إنك لا تجد مملوكا حون ليخا تعكر واغ موات من بين إسراء بنو إسرائيل سك لي وشكر واغ موات إلا اشتريته فأعتقد عاز إيت إيتا عمق واغ شمار كان تاريه شعو أخو نيس توراة شرط تفغن مالله قوسا لا لي وغا جكتي خلي إيت إيتا إيت إز مق واغ بيش خم خم بيش يهوديش أز آيد لي شرطو تنوخ أز تورا دائرة تنوخ وقال غوق يا لوخ أنت عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام يوحى يارتو تنوخ غوق وين يارتو يوخ فجاء بأربعة آلاف تطيع حد إزر داعش حاو يرس عبد الله بن سلام مزد حقيتا شيء يخل دارتو تنوخ تحق شن يغز دعيك الشيء تنو أجوخ دارتو تنوخ تحقنا حدو تلواية عبد الله بن سلام تنوخ إذا رأس الجالوت يخطو تكوفي غلداني دعا يسوش حبوا باشخان كوفي قاتشخان تكوفي ليلج ورز يخطار يهودي حق ناسك ليلر يخ تفضو يخ وهو يفادي من النساء من لم يقع عليها العرب ولا يفادي من وقع عليها العرب يخط نقع حسن عربي سك حقن لي إذا قاسقي لاتا يسر لاتا جكتي قاسق شنو عربي حقن ولي إيش خنياتو عربي حقن واتر حيش خنيتسوس إيش تقستبش إيش ديلر يخ عبد الله بن سلام يا أرسن يوخ أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن أي شن تورا تشعديتي يا أرسن يوخ تحقق إست دي بقو ياتش مالا جوكتي إسخني ليس حية سحن واجد دو ديان شن تورا تشعديتي يعني يا أرسن يوخ لاق إز إيانش دي حقا إز حقوك يحقا جريكي ديت أنا إسك أبزاتي أوتوس لاق تسنقع يوخ ابن كثير يوخ ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها يختو دو عبد الله بن سلام ز سيس يا قبش هاو تورا شو شي دي اخ دو عم اشت ما كي حد اش دات شو تورا شو دا شو كي ان دو جا اشت ما عم قواش نش دات شو انا سيس يا اخر تو جو ومخالفه شرعها تورا شو دو شرع تاخوت ندير مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بصحه شو تخوجه بقدر الخوجه از ديالك الخوجه تاع دير فلهذا أصبح عنده جو ابن كثير لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها أصبح اسمه حماسة للدين دارة يهودي جي تار طورة شو ديان جدو حم تار حدوال دي حمغ يبا بيرو تيشن بيت اوت بيش لوش بواتش تار تشو ديان حدوال دي حم بغدي حيش لو داتو اس حماسة للدين دارة ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتي تار دير إلتشن كتاج اشتخل ديز أنا تار تورا شحوق دير كتاج قابل دير حيات شدات وما بعثه وما خرجه ومهاجره اس إلتش دي حونا والي يجا موتك إلتش دي حونا حتو حجرة دي يجا موتك تار اشت از موتك غير أنا تار حواق غير أنا قابل دير حيات شخم دات تار عم وغير ذلك من شؤون اشت دي حونا قمل دوج دو حماج در حونا يطن تاني خواتن دوج دو حنا قال دا نوبغا بيغ من دا الخبر ديال اليوم هي بيغ من واه نقول لك دا سمولتن تكون كنت ساجي واليهود جكت يا ابن كثيرس عليهم لعائن الله يوخت ديال نعلتش يوخت دق 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 دش ديال نعلتش خلط ثاني يوخت يتكاتمونه بينهم شاشقي قلقي حتى از بيغ من خلر بقدي از تتقول الجن كنت ساجي صلى الله عليه وسلم اسمع تلقن والدال تاع هي يوخ فلا يخفف عنهم العذاب تان عازب ديد دات اجو الله عل تو تخي يو جات تو دال تان عازب ديد قيمت نجوج بغشو عازب تان ديل دات تو دال دا احمد عدا قران شو يوخ ولقد اتينا موسى الكتاب وموسى جا كتاب دار دال تورا تقص وقفينا من بعده بالرسل فموسى انت احدال دق بيه مش بيكت او يوخ دال وآتينا عيسى ابن مريم توتع مريم وعيسى يغدال تن دلر ويغدال البينات بلغل دو حماج دلر وقتن وأيدناه تن غدر ويغدال
بروح القدس. روح القدس الثاني روح القدس صار فضح عند بلد الدو روح القدس صار حادشة ما عندي تشي تند لوجدوس تند سيار في عقل فما عم حني حني انتس لا حوات الدوس اخ دالو اف كل ما جاكم رسول دالو حار شوك يو دات يهود شو دال حار شوك بيغمر ملويت شو دال بما لا تهوى انفسكم يو دال شنديغا تومبر تو بيغمر تيال شو فدور صار استكبرتم تبيغمر دعو كورلجي يو ففريقا كذبتم تحيو بيغمر تواب خار تيتر وفريقا تقتلون تحيو بيغمر تواب اجي بابو اجو دا اوزا عالم نخيو بابر واش ان توالج دا يخان زامن شو توالج بابو واش تو حنز بابو واش انا اشت ما عندي حقات نو الصندوع دي حقات لا حقد الدو ان شاء الله ايمن كثير جو لقن ولدال تايرا بيك بوق تاير مستغل تاير بعيق حقوش توق دال بلغل دي حمي حمي وقتو دال موسى بريمر دال كتاب دنا چنت اح بي مش بيتر او ياغر از ملاح بي مش بيا چو موسى بريمر دسا توراه دي توراه تس حكم دي ديش خنا بش شاش دال كرد دوست شريعت تو اتش ت موسى بريمر توراه تعوص حال دي قهر حماجه يغص توراه شرع دعو ديجه دق بي مش اح بيتر او ثاني وقت دال حنا دا قران شو يوغ إنا أنزلنا التوراة دا وتوراة دستور يوغ دال فيها هدى تشوع ميس نقبل وجوغ دال ونور نور دل وجوغ دال يحكم بها النبيون الذين أسلموا دا تحور دين ثاني إمد الله بوش حبوا بوش بول بيخ مرجي تار دي عمتنت حكم دي ديز جوغ دال للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظ من كتاب الله تجهو دشتيقي خنج بول عالب نخي يوغ دال التوراة دقا عمد يا يوغ توراة ياخد نخم ثانيقي تصبرش اجي بختر وا يوغ دال سنه تورا تن بلغتن حكم دي ان دال فيخ مرجي تفيخ مرجي تورا دقيقه حمد ابو عاوم نخي يوغ دال دا دا عاوم نخي يوغ لكن ول دال تارك ال الوقت عيسى بيمر عليه السلام عيسى بيمر توتي مريم وعيسى وتر وا يوغ دال تن واين بلغلو نجي يوغ دال ملا بلغلو نجي يوغ ابن عباس يوغ من احياء الموتى تون تابل قلو خني إيسا بيمر دقل خنا حديم بيش خنبته وخلقي من الطين كهيئة الطير فينفو فيها فيكون فتكون طيرا بإذن الله خيل ديان توبر أغا والخزرات القدس حمعي تشت ديان سعش تيغي إز دين وجه عيود إش خني أزد تن الله تنين جان بقلو خنيس ويبرا لسقا خيل ديان وزر نخ درب دي تان دال إز كرامة دان تن إز معزيني تن دال وإخباره بالغيوب أدما حل خدواتش يو تخوش تحسدو قيلي حماش دال خيتا اش حماش حواش هنتسو وتأييده بروح القدس يو طاق روح القدس الثاني دال غودات يو روح القدس يو تاريو جبريل ديزو عليه السلام دال تو جبريل مليك الثاني مليك واتداد دال تو عيسى في منا غودي آن يو تو جبريل مليك خانتو نو ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به اس عيسى في منا حدين حم بقدو لقى تان مكرلو ديش اش بغض يز عند اول شنت من زوخ فاشتد التكذيب بني اسرائيل له حنا تصوت ح عيسى به مرا دح جتر دي حن شوق بن تع دح بن بنو اسرائيل اس خارس ويان حنا وحسدهم وعناد تص حقش تنغ يحيى وتنساني يحيى تش تنغ حق وتبوتش زايش توش حنا دا انجيل دوست دي قطوره تاريخ دي تدقش وش دا انجيل ثاني دا احكام مش خيتريتا انجيل ثاني دوست دي نقنه ثاني حنا تدوس دي ادو دول انجيل موسى عيسى بيمر عليه السلام تدول توراة احكام دي ديش خنو تول دي عدا خي تاع دول دول شي انجيل شو دوس دي احكام جي تاع اخر دي ديش خنو اسبع تيو دا قران شو تو عيسى بيمر ارتا جو دا تو بنو اسرائيلش ولا احل لكم بعض الذي حرم عليكم دا تحو تدوا شلون حارم دي حماش شلون حين دي جنوس يعني ارتو يوخ وجئتكم بآية من ربكم شن ديالغر بلغلو شان يحش بنو سيان اير تساقيوخ فكان بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة يخت بنو إسرائيل جي إجر مغايل جل معاملة مو بلغ جي مو دعو لي لي أنك بل جي دا بيتا بوج بول بيه منشت يخت تحاق نعيوخ إذا روح القدس يار تعيسى بيه من حقا حادي دال وروح القدس الثاني قدرت يا جبريل ملك خضر سينو توك يا لشي تالو تا بيخ مرويو عليه الصلاة والسلام وضع لحسان ابن ثابت منبرا في المسجد يوخته
فكان ينافر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس. كان نافر عن نبيك كما نافع عن نبيك. حسن بن ثابت عاجي صحابي خنوس بيه مريد يا صمت شاعر خنوس شو بيت خنوس تاخ بيت وجو عربي تعو بيه مزام شو دق خنب بيت ثاني خيل اوتشنا ده يا صمت اعتدش بيتش اوه يواش خديسة تار اوتشنا اعتدش بيتش يا حيش تو حسن بن ثابت زي اوتش حستش تون توه تجي يخ بيتش ثاني وجو خنوس خنسان هذا قرعة شوية بيه مرامي از دل اوج پیت وات سر یخ دل یه تون پیت خو تام بات چه لقنو دل تو پیت مرا دیز موت اخشی اوج پیت وات سن دیاره تون خو تام بات دیاره تون حال خرج یخ تو حسن این مثابت خنو ده پیت مرا یخ دل تون موت تون تو میدی که پیت مرا میبر در تون یخ پیت مرا میبر ده پیت مرا اول چون اول تون یخ دل تون موت تون وزن دیاره او حسن قدیله روح القدس سانی قدیله عن ان ایر تون یخ حيلش حيلش أو طيحته حيلش أو قد وحقش بس أو غدي لحن أنا ديال قد أقدر تسويه بيه مرة سنة ديال صمت لا تيجي شيء زوج دار بخاري شو زروح القدس سيارة جبرة ملك ديان حادث تحديثه تشهدش ميت تجي أداء تحديثه قا عالم نهيوخ عمر خليفة وشخانة عمر ما يجيك حد شو عندي حواش وشخانة حسن من حسن من ثابتة النشيد بيتج يش بيعوس بيتج يش ما يجيك بيعوس أخت عمر بن الخطاب مزوفة اللحية ذا إليه يخ عمر بيك بيأخذ صيوخ سحما رزوة بيك بيأخذ صيوخ فقال إزاي حسن بن ثابت يا رخ فقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك هاي عمر يا صيوخ حل ذيك يا ور وما يجيك ووش خان يا صيوخ إيش بيتج يا بيعوس صوت يعني يا صيوخ عمر يا صيوخ إزاي شو تعرف ثم التفت إلى أبي هريرة تحت حسن بن ثابت أبو هريرة قاعد حاجة أبو هريرة إيرتيوخ أنشدك الله ديغردوحك حي ديغردو حالها إيرتيوخ أبو هريرة أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ديال إلتشنو أوج خزا دريحن أجب عني حي حسن سمع آخر جواب بعليتان اللهم أيته بروح القدس وزن دياله روح القدس الثاني قد يلاح تحسن يعني أولج إلتشنو أوج خزا دريحن يعني إيرتي أبو هريرة زي خزا تشن يعني عمر دقن تودع شيء قمع شيء قدواتك أوتشنو شيء جديد ووجه تمادك شيء دلجة أوتشنو تشنو شيء دخل يتيالجة دال عند هاتوس أتعق رواية جحا بيغمر إلهو عليه الصلاة والسلام أهجمهم أو هاجمهم وجبريل معك حي حسنة يضحل يقتك وحديتان تقمع الثاني وجبريل معك جبرة منك حوص دعو دان يارتن جوح بيغمرو أز حديث طال داتار أز روح القدس يغرى ذات جعلوا جبر الملك خلان تحقنا بيغمر يو عليه الصلاه والسلام ان روح القدس تروح القدس تجبر يلو نفث في روعي شين وحي دكت ساتون يرتيوخ اوچن هو شين وحي حدكت سرسو فين انه تيوخ لن تموت نفس تحدق عمق الخدات حتى تستكمل رزقها واجلها تستكمل رزقها واجلها شي رزق قتش تعدي اولتي شيء عاجل قاتش واقع والتي تحدق عقل خدات توقتو فاتقوا الله دي الله قيرلش وأجملوا في الطلبي رزق الأخر خوز ديوش أنا يا الله روح بيغمرو صلى الله عليه وسلم تحق عالمنا قمنا عاجل دعكات تاروغ روح القدس سيارة إيسا بيغمران دا غدا دا روح القدس الله يزغ يوجو تير أزيوخ دا تنخيطا يوجو تتر التاني تدعدش إز بينك تحوت بيش خنجو إزر أزيوخ دا تنديد الغدوغو سبو عالم نخوادات روح القدس سيغرى تاروخ از الله شيور ازيوخ عنا قدوس سيغرى ديالت ايه از قدس سيغرى قدوس تنور شي موضوع حماق تنوزو الله يا وقص از ان حوادات سبو شارى روح يا جبريل دي قدس سيغرى ديال جبريل الله خنوطن تانا اشت ما عنده قارج بو سوير ايتك سبو عالم نخيوخ واغ روح القدس غدات نارت سنغ حلوج الانجيل ديو حنا دا قران دي حنا ديش دو دا قران روح يعني انت دا القران شو وكذلك اوحينا اليك روح من امرنا يضال ذي بيه من رقم وضالوخ اش تحوق وحيدات ويو ضال روحا من امرنا يتخي سديتات سيار مع مين روح يا نو سنغ سيار تقول القران ده سديح عشد سك حدين وي
اسمع حديد يوش دول القرآن حق دوست يات او يوغ دال من القرآن دال روح يعني تنخ تخوش كده القرآن حق دوست يات او يوغ دال السنة يوغ تار قرآن روح راتر عيسى يدسى انجيل روحي از ما عنده تنخ تنخ قد يات دا ما عنده تنخ طبعا دا كيرت يد دول الحمد يوغ عالم نخ تنقع لو دا جبريل ملك دار يوغ حنا دال قرآن شو يوغ تحيق آيات كدال يوغ إذ قال الله حدال أنا شخان دك دو يوغ دال دال إلا يوغ يا عيسى ابن مريم حي مريم وعيسى يا روح دال اذكر نعمتي عليك اس حين دن نعمة حوغ دي يوغ دال اس نعمة دك دو يوغ دال وعلى والدتك اس حين دنش دول نعمة دك دو يوغ دال اذ ايدتك بروح القدس اس روح القدس الثاني حين غد ياخدك دو يوغ دال تكلم الناس في المهدي وكهلا بيرو موت حلي بيشوا اشخانه اي موت عبيسه خدك يوغ دال شو عجبنا ملك ديتا حن دي غويا دزو داخ دالوخ واذ علمتك اس حن عمدر يوغ دال تخان الكتاب كتاب انجيل دير دال عمدر والحكمة حكمة عمدر اس حن يوغ دال والتوراة توراة عمدر اس يوغ دال والانجيل انجيل عمدر اس ونقن يوغ دال تحقنا يوغ دال انجيل عمدر اس ونقن يوغ دال دا عالم مخفيوخ اقض لقن والدال سنخ اقع لقا روح القدس ثاني قدر اسحن تاخذ يحن دال الكتاب عم درحن انجيل عم درحن يارا توش كتاب انجيل تنا لوج دار روح يا معن تداغت اغيرتش ناش حلق دوارش معنا جبر الملك الرجع وغاد يختار حنا تحق ايات قاع دالو قران شوها وروح منه يارا ير ادما دال قران شو رقم في 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 في, في مناقع دال انت تخش كره روح قدوس تروح حو بيغمر توش حد ما قير مطبحش حقوقوش ان دال ايد تاع بيغمر قاعد اذا مطن تحقق دا ويلوت القدر بي سنه تتنزل ملائكته ملائك عند شو دال والروح تقعد ور جبل ملائك ده جبل ملائك عند شو القنوض دال تق تقل ودر جبل ملائك ده انا عرضنا خباب والبول سوسمبا دا تقرا عن آية تقع تحوري حوق دل إذا تحلق دلوج دل آية تشق دلوش خان ففريقا كذبتم تو يهودش تحيول جل توابة غير مني تواب خارت الواش تحيول توابة بواب الواش سألر تاق زمخ شري شو يوخ لقن والدال ازنخ بحبوه بيمش بواب الواش انا از تقراج وقوله настоящее времени и будущее времени уж ханю ала юхцу لانهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم حنا دال ال شوخ دال سم قلتنا اج في حاجه ندير حنا اش تاغ قتال يارس ديرد سقا دحو دودر ديس حنا بيغ مرا دق قبا بيت جاي تار از ويردو يوخصو حبس سمي وسحر سحر دات ساتن او خيبري دوحش تساتاتن يوخصو وقال صلى الله عليه وسلم قال اتشن الي ارحن يوخصو في مرض موتي شيل ونجد لزرا تشي لزرا تقولش خانة اتشن الي ارحن ما زالت اكلة خيبر تعاودني فهذا اوان انقطاع ابهري اتشن الي ارحن ديال سن بلتم تحور لش خانيات اتشن ازا تحور خيبري سينتسا دول دوحش يغاتو تدوحي ديش دوا لزر حزتعا تشوش دواز يغاتو شو دقت بوش باسي بخو شو قط بلك شو بخطوع بيش دوحت يقى زواج يغاد بيش مرو دي اصلا مطم ازبا حانت يو عالم نخ يو حانت ير از ال شو دي اصلا مخلطنا شو اس الر دعا اوحو دي طن بوش خانة قرآن آيات دوست يغ دال دعا بيش مر فينو ان دي اصلا مطم دو قصاع بوش داحة بيدش تيقش نخ كورز غبيان شخانة وما محمد محمد نواه شو دال إلا رسول بيش مر مركة قد خلت من قبله رسل صحاها دوخ بيهم تعبا خابوا دال اخيو دال افا ان مات از ولد شوخ دال او قتل هي از ويت شوخ دال اق عالم نخيو عالد يوخ دال از ولدي ويري دال شئ قو بيات سنجو تعبا عالم از بيهم مرد يال سلام خلطنا تو وزرا از لج خان تو خان تسا دوحش از تون توش توش تو ديس خلر لقن والدال بيهم الوز عقل خلية غازت يعني ون شيء تقولي ده قنول دال شيء قودات أنا حدات عامنا إن شاء الله حد دعاء ده سدعة ليش تبي أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.